Hello, greetings. Now we're going to talk about Unit 7, Part 2, Zoo Animal Skin. We finished Unit 7 in the Part 1 with the grammar for when. Can I then call it when? Past continuous and past simple. Let me revision. هذه أكيدة مع بعض بسرعة. أول حاجة قاعدة when اتفقنا إن هي أداة رب بتعمل أو بتربط بين حاجتين، لو جت لي في نص الكلام بيكون اللي قبلها past continuous واللي لازق فيها على طول يا سنة ستة past simple. يبقى she was reading the book. أدي past continuous عشان عندي was plus الverb ing هو ده past continuous. And her friend phoned that بيكون past simple. كمان كده؟ طيب أمال لو جت لي when في الأول بعمل إيه؟ بجيب when بتربط بين past simple الأول وبعدها past continuous. طب أنت شايف إن أنت بتتلخبط ما بين الزمنين. هتعمل إيه؟ هوين دايما ماسكة في إيد الباست سيمبل. جت في النص الباست سيمبل بعدها. جت في الأول الباست سيمبل بعدها واللي بتكون بعيدة عنها خالص هي الباست كونتينوس. طب نشوف لو جت في أول الكلام. When they were running they saw an accident. يعني أثناء ما هم كانوا بيجروا they saw an accident شافوا الحادثة. يعني كان في حدث معايا مستمر اللي هو verb to be in the past plus verb ing وفي حدث عمل لهم stop اللي هو past simple. اوكي نبتدي مع بعض نطبق كده القاعده بتاعتي. طبعا مش هيبقى عندي مكان هنكتب مع بعض تحت. ادي دي نمبر 1 بيقول لي الاول الاسكس for example this what were you doing when the bear walked by. انت كنت بتعمل ايه لما عدى من جنبك الدير او سوري البير. I was chopping the vegetables when the bear walked by. طيب نبتدي من نمبر 1 بيقول استخدمي يو يبقى وات. ايه اللي بيجي مع يو يا مس؟ وات وير يو دوينج اتاني وين دير ران باي. لما كان بيجري باي دايما بتيجي في معنى ان هو ايه؟ زي معدي من جنبك او بيمر. دي دايما الكلمه بتاع كلمه باي. تمام؟ يبقى كمان مره نقرا السؤال كمان مره كده. What were you doing when the deer ran by؟ اتفقنا ان انا قلت ان القاعده بتاعتي اللي لازم في المهم وماشي في ايديها على طول الباست سيمبل. طب ليه كده؟ يو هحولها في الإجابة بص للصورة الاقي واحد لواحد يو هتتحول إلى I وير هتتحول إلى was. طب هو كان بيعمل إيه؟ قال I was talking on the phone أكمل when the deer ran by. This is the first question, okay? Number 2. Number 2, بيقول لي استخدمي he يبقى what. He يا سنة ستة هجيب was ولا where؟ Yes, was. He doing when the band walked الماضي ball. انا جبت ليه الماضي يا مس عشان دي قاعده when. طيب الانسر بتاعتي اجاوب عليها طبعا طالما ووز مع هي هبدل هتبقى هي ووز كان بيعمل ايه؟ walking when the panda walked by. Okay,
If I do that, this is the first question. We will turn it to another. Number 3 or 4. هنا بيتكلم خلي بالك اتنين مع بعض فبيسألهم بيقول لهم ايه؟ What? Where? You? Doing? When? The tiger ran boy. When the tiger ran boy. الانسر بتاعتي هتكون طبعا اثنين مع بعض مش هينفع احول يو لاي، امال في الحاله دي احولها الى ايه يا مس؟ الى وي. وير وي وير كانوا بيعملوا ايه؟ واتشينج تي في. وين زي تايجر ران بون اكسلان. طيب نمبر 4 فاصل. نمبر 4 question number 4 مع شي يبقى وات. شي هتاخد ووز. شي join when when in the kangaroo hopped ball. الانسر بتاعتي هتكون نعمل نقص she was taking out the rubbish when the kangaroo hopped ball. يبقى انا عملت كده براكتس على القاعده بتاعت هو يبقى شغل دماغي كده يا سنه سته. طالما عندي فيرب اي ان جي باست كونتينوس يبقى الناحيه الثانيه يكون عندي باست سيمبل. عندي الناحيه دي باست سيمبل الناحيه الثانيه وانا مغمضه تكون باست كونتينوس. اوكي then 5 6 7 8 is a homework to practice on these questions. اوكي we will turn to reading time. We will turn to the reading time together and begin to answer all the questions. These sentences talking about are talking about what? Giant pandas. ايه هما giant pandas دولت؟ اللي هي دب البندق العملاق اللي بيبقى كبير قوي. هيتكلم عنه معلومات، المعلومات دي مهمة جدا to write a paragraph. ممكن يجي يقول لك اتكلم عن paragraph عن الباندا. زي المرة اللي فاتت في يونت 6 برضه كنا بنتكلم عن اللي هي كانت جاية عن التاني بيل بيرفورمانس. المرة دي برضه نفس النظام جاية لي كده بس هي موجودة عندك في الكتاب بدل التاني بيل موجودة كايرو. تمام؟ طب نقرا مع بعض كده. بيقول لي ويلكم تو كايرو زوز جاينت باندز هول. البيت بتاعها. بوب اند ليلي اسمهم الاثنين دولت. بوب اند ليلي. Are our giant pandas. تمام؟ بدأ يتكلم عن واحد واحد. Bob is 15 years old. Lily is 20 years old. ده 15 سنة وده 20 سنة. Here are some facts about giant pandas. حلو قوي الجملة دي يا سنة ستة. ممكن لما يجي يقول لي write a paragraph about giant pandas أو write about giant pandas على طول هروح بدأ على طول جملتي بكده. Here are some facts about giant pandas. يعني عندي بعض الحقائق عنها. ايه الحقائق اللي هناخدها عنهم يا سنه سته؟ نشوف مع بعض كده. When giant pandas are born اول ما اتولدوا they weigh ده فيرب في الانفينيتيف عشان عندي كلمه زي وزنهم كان حوالي من 80 to 140 grams من 80 ل 140 جرام مش كيلو. ايه هم الادلتس البالغين او الكبار؟ يوجوالي وي عاده بيكون الوزن بتاعهم من 80 to 125 كيلوز من 80 ل 125 كيلو. طيب
الجيانت باندز ايت بامبو، زي دونت هايبرنيت. خلي بالك من الجمله دي قوي. ايه اللي هم بيحبوه؟ اللي هو النبات اللي بياكلوه ده اسمه نبات البامبو، اللي هو باللغه الدارجه بتاعتنا او اللغه العربيه بتاعتنا اسمه خيزران. They don't hibernate in the winter. ما بيعملوش بيات شتوي. معظم الحيوانات في فصل الشتاء بيعملوا نفسهم بيات شتوي عشان يقدروا يعيشوا في فصل الشتاء، في زي يستخبوا كده. Because ليه ما بيعرفوش يعملوا كده؟ They have to eat، لانهم مضطرين. Have to معناها مضطر الى. Eat ياكلوا 8 to 16 كيلوز، من 8 ل 16 كيلو of bamboo، من النبات ده every day، كل يوم. فمش هيعرفوا يعملوا بيات شتوي. They eat for 12 to 16 hours daily، عدد ساعات الاكل بتاعهم من 12 ل 16 ساعه يوميا. عشان كده هم جيانت عمالقه. الجيانت باندز walk and run on all four legs، بيلعبوا بيتنططوا وبيجروا على الاربع رجول بتاعتهم. They can climb trees، طبعا climb verb infinitive عشان عندي can. They can climb trees and swim، بيقدروا يعوموا ويتسلقوا. Giant bandits live، بيعيشوا فين؟ في الماونتينز، في الجبال of China، جبال الصين. They are endangered، they are endangered يعني معرضين للخطر او مهددين بالخطر. They around 700 to 1000 bandits are alive today، من حوالي 700 الى 1000 باندا ما زالوا حتى الان على قيد الحياه. يبقى they are endangered يعني معرضين للخطر، لكن لو قال لك not endangered معناها مش معرضين بالخطر. طيب endangered هنا مقصود بيها معرض للخطر او مهدد بالانقراض، قربوا يخلصوا. يعني بيقول لك موجود دلوقتي عايش حوالي من 700 ل 1000 باندا بس ما زالوا على قيد الحياه. خلي بالك دي بعض الاوزان، اول واحده دي اسمها الاونس، بتساوي 28 جرامز. طيب ال 1 باوند بتتخيل كده اللغه بتاعتنا برضه اسمها الوقايه، 0.45 كيلو جرامز. طيب نشوف الكلمات بتاعتنا مهمه. عندي كلمه جيانت اللي هي عملاق، بعد كده عندي نمبر 2 اباوت يعني حوالي مثلا، نمبر 3 واي معناها يزن ذا فيرد، بعد كده هايبرنيت مقصود بيها اللي بيعملوا او يبيتوا بيات شتوي، يبيتوا بيات شتوي تمام. اراوند برضو حوالي، فاكت حقائق، بورن يولد، البامبو قلنا اللي هو نبات الخيزران، الايف ما زال على قيد الحياه وبتعامل على انها ادجكتيف، وعندي انجنجرد برضو دي بتكون adjective برضو يعني مهدد بالانقراض. طيب نشتغل مع بعض كده بسرعه على الترو فولز. نمبر 1 اسمع معايا الجمله وشوف ترو اور فولز. When giant pandas are born they weigh 80 كيلوز، 80 كيلوز نبص كده. When they are born they weigh 80 to 1440 grams، grams هما بيقول لك كيلو يبقى فولز. نمبر 2 جيانت باندز ووك اند ران اون تو ليجز، نو اون اول فور ليجز يبقى فولز. نمبر 3 جيانت باندز ليف ان ذا ماونتينز اوف تشاينا، يس اهي ليف ان ذا ماونتينز اوف تشاينا هتبقى ترو. ذا لاست 1 جيانت باندز كان كلايم تريز بات ذي كانت سويم هتبقى فولز، لانه قال لي فوق ان هم they can climb trees and swim. طيب question number 1 how much do adult giant pandas weigh؟ نجيب من القطع كده نغير اللون عشان نتلخبط. نشوف ال adult giant pandas اهي، ال adult usually weigh 80 to 125 kilos، يبقى they weigh يزنوا 80 to 125 كيلوز. في فرق لما يجي يقول لي جيانت وفي فرق لما يجي يقول لي عاديين. نمبر 2 what do giant pandas eat؟ what do
جيانت فاندز ايت طبعا ما بياكلوش غير البام they eat نباتة الخيزران طيب خلي بالك في question number 3 4 موجودة عندك في الكتاب اشتغل معايا فيه why don't giant pandas hibernate why don't giant pandas hibernate الإجابة بتاعته هي رقم 3 they don't hibernate in the winter because they have to eat 8 to 16 kilos of bamboo every day يبقى دي هتبقى number 3 تمام طيب the last one How many giant pandas are alive today? ما زالوا على قيد الحياة. Around 700 to 1000 pandas are alive today. ودي هتبقى number 4. And by this time, we finished the unit 7. Part 2. Thanks for your good listening. We will meet soon in another unit. Thanks for you and goodbye.